السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بمطبخي. ان شاء الله اليوم جبت لكم وصفه كثير حلوه وسهله وبسيطه. اليوم بدنا نسوي حلا تركي لأمة الباشا. اليوم ان شاء الله بدنا نسويه بنكهه الكرز. انا هون استعملت كرز، هذا الكرز مجمد، انا ضربته بالخلاط وصفيته بمصفايه كثير ناعمه وطلع عندي هون كوبين. هلا ان شاء الله بدنا نبلش. اول شيء انا بدي اجهز الصينيه، عندي هون كوبين جوز هند بمده بالصينية. شايفين لازم نغطي الصينية كلها، يعني ما تخلو مكان شيء مبين مشان ما يتلزق المهلبية بالصينية. انا بحطها على جنب. يلا هلا ان شاء الله بدنا نساوي المهلبية. انا في عندي هون 3/4 الكوب طحين، وعندي هون كوب سكر، خلطهم هيك شوية صغيرة مع بعضهم مشان ما يكتل الطحين معنا، هيك تحريكة بسيطة. عندي هون لتر حليب، يلا لازم أول شيء على البارد بنخلطه كثير منيح مشان يدوب الطحين ما يكتل على بعضه. هلا بحطهم على النار ونضل منحرك فيهم حتى يغلي. شايفين غلى معي، لازم نضل نحرك فيه حتى يغلي، ما بصير ندشه ولا دقيقة. في عندي انا هون 50 جرام زبدة او شي معلقتين، يعني حط له شوية فانيلا او فانيلا بودر كمان بيصير اللي بدكم اياه. هلا انا طفيت عليه النار، يلا هلا بس هيك فورة واحدة ونصبه بالصينية ان شاء الله. يلا هلا ان شاء الله بدنا نصبه بالصينية. طبعا بدي تكون حركتنا كتير سريعة، بدي يكون هو سخن. يلا شايفين يعني بدكم توزعوه هيك على كل الصينية مو مكان واحد مشان ما جوز الهند تحت يسحب من تحته. يعني نحاول على كل الصينية. نمده هيك شوي شوي، يروح لحاله بيمشي، بس ما تروحوا هيك وترجعوا مشان ما يخرب من تحته الجوز الهند، بس على اتجاه واحد. شايفين هيك يلا هلا انا بخليه بحراره الغرفه حتى يبرد وبنسوي ان شاء الله الحشوه بقلبه. يلا هلا ان شاء الله بدنا نساوي الحشوه. انا في عندي هذا كوبين مثل ما قلت لكم، كوبين عصير كرز او اي فاكهه ثانيه بدكم اياها. يلا بدي احط لهم هون السكر بقى حسب ما انتم بتحبوا حالاته. اذا بدي احط مثلا هيك 3 معالق وأدو، إذا بدي كمان سكر برجع بحط. ونشا في عندي هون 3 معالق هيك كبار مليانين جبل، شايفين هيك، هاي 3 معالق. يلا أنا بدي أضل أحرك فيه هلا إن شاء الله حتى يغلي، بس يغلي إن شاء الله بنرجع عليكم. شايفين غلى معانا، هلا بطفي النار. يلا هلا نكت فوق الصينية ان شاء الله. يلا ان شاء الله بدنا نكت الحشوة، كمان نحاول هيك نوزعها من البداية. يلا هلا ان شاء الله انا بخليه بس هيك بحارة الغرفة شوي حتى يروح البخار منه، بعدين بحطه بالبراد حتى يبرد منيح ان شاء الله، بعدين بنشوف الخطوة اللي بعدها. هلا بعد ما بردت منيح حطيتها بالبراد، تمسكوا الصينيه من تحت اني هيك بردت. هلا ان شاء الله بدنا نقطعها. بسم الله نقطع هيك اول شيء بالطول بالنص. هلا ان شاء الله نبلش نلف، ناخذ اول شيء
من الطرف. يلا هلا ان شاء الله بدنا نلفها. بسم الله يعني بدها هي شوية هيك هدوء. شايفين؟ شايفين هذا صحننا على النهائي. جد يعني صح هي أكلة كتير مكوناتها بسيطة، بس جد كتير حلوة هيك بالتقديم، وحتى طعمتها كتير طيبة. أقسم لكم شوفي أفرجيكم إياها، شوفوا قديش يعني جد كتير كتير طيبة. بتمنى إنكم تجربوها، حتى ممكن إنكم بدل ما تحشوها فواكه ممكن نحشيها بكريمة، بكريمة على فانيلا أو على شوكولا اللي بتحبوا، أي نكهة بدكم إياها ممكن تنحشى بقلبها. جد وصفة كتير حلوة، بتمنى انكم تشاركوها بين الاصحاب، وبتمنى تحطوا لنا لايك، وبتمنى اذا ما كنتم مشتركين بقناتي تشتركوا. اهلا وسهلا فيكم بمطبخي، والسلام عليكم.